السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بحضراتكم على جروب إدارة المشروعات PMP Way، وإن شاء الله هنبدأ أولى محاضراتنا اليوم
على برنامج البريمافيرا بي 6 فيرجن 18. أشكر أخي المهندس إسلام على إتاحة الفرصة إن إحنا إن شاء الله نبدأ نقدم الدورات بتاعتنا إن شاء الله لوجه الله كده خالصة على الجروب، كمان مع الدعم الفني، وأي سؤال إحنا تحت أمركم. أتمنى إن أنتم إن شاء الله تكون سامعين الصوت واضح. نعمل ريفريش. طبعا احنا مستخدمين الفيسبوك لايف عشان الاخوه اللي موجودين على الجروب يقدر ان هو يشوف المحاضرات. ممكن يكون الصوت يعني محتاج يظبط شويه او يروح ويجي، ولكن ان شاء الله هنبدا متوكلين على الله. الله يكرمكم، لو في اي كومنت او الصوت مش واضح يا ريت تكتبوا لنا في النوتس عشان نشوفها ان شاء الله. المحاضرة الأولى إن شاء الله هتكون تعريف عام ببرنامج البريمافيرا، وأيضا يعني هيبقى بإذن الله معلومات عامة عن البرنامج، القوائم، حاجات كتيرة إن شاء الله هنقدمها. إن شاء الله الصوت يتظبط دلوقتي. طبعا المحاضرة على برنامج بي 6 اوراكل فيرجن 18. دي معلومات بسيطة عني، اسمي علي الهنداوي، بروجكت كنترول مانجر يو اس اي، وديت معلومات عن المحاضر. اتمنى يكون الصوت واضح يا مهندس اسلام، يعني لو حضرتك سامع الصوت كويس عرفني، او شايف السكرين كويس عرفني. اوكي تمام، مهندس اسلام از واتشنج ناو. الاخ علي طاهر، مرحبا بحضراتكم جميعا على جروب بي ام بي واي. اخوكم مهندس علي الهنداوي، بروجكت كنترول مانجر يو اس اي. وان شاء الله ديت اولى المحاضرات اللي احنا هنقدمها على الجروب. اتمنى ان يكون الصوت واضح لان احنا بنستخدم الفيسبوك. طيب دي معلومات بسيطة عني عن المحاضر، وإن شاء الله هنبدأ نكمل الكورس. قبل ما نبدأ في الكورس في حاجات يعني مهمة حبيت إن أنا يعني نشيرها مع بعض، يعني قبل ما نبدأ المحاضرة اللي هي واي وات يو نيد تو بي بروفيشنال كنترول، أو إيه المطلوب إن حضرتك تكون لو هتشتغل في مجال البروجكت كنترول أو السكانيولينج أو إلى ذلك، مطلوب ايه؟ يعني بعض النصائح بسيطة. يعني طبعا حضرتك محتاج تكون عندك ديجري سواء كان في اي مجال من مجالات الهندسة، ميكانيكال، الكتريكال، سيفل، وات ايفر يو هاف، ومحتاج بروفيشنال سيرتيفيكت. يعني طبعا لما يكون معاك بروفيشنال سيرتيفيكت لايك بي ام بي او بي اس بي او اني اذر سيرتيفيكت. طيب هاو ماني سيرتيفيكت يو وانت، يعني انت حضرتك محتاج كام سيرتيفيكت؟ لان انا شايف طبعا في ناس كتيره على الفيسبوك بتجري ورا السيرتيفيكتس، واللي عنده خمسه سته سبعه سيرتيفيكت، انت محتاج كام واحده؟ انا رايي الخاص يعني ان يكون عندك سيرتيفيكت واحده او اثنين، يعني سيرتيفيكت زي البي ام بي ومثلا الريسك، وبعد كده لازم يكون عندك خبره عملية على البرامج الموجودة في إدارة المشروعات، لأن أي شركة حضرتك هتلتحق بيها هتطلب منك يكون عندك خبرة عملية، وإنك تقدر تشتغل على برامج من برامج البروجكت مانجمنت زي البريمافيرا أو البي 6 أو أوبن بلان أو أي برامج موجودة في أمريكا أو الدول الأوروبية. فالنصيحة إن شاء الله إن أنت ما تركزش قوي على إنك تاخد يعني أكتر عدد من السيرتيفيكيتس، تركز على الخبرة العملية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسم بكرمه. ونتركز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا كيف ننهي هنا؟ طيب محتاج يكون عندك خبرة عملية لأكشوال اكسبيرينس، ومحتاج يكون عندك تريننج كويس. فطبعا حضرتك لازم تكون يعني عندك تريننج. الإخوان اللي هم يعني خريجين جداد يفضل طبعا ان انت حضرتك تركز يكون معاك خبرة كويسة، وكنت تعرف سوفت وير. اذا تشتغل في مجال الشوب درونج ومجال الديزاين، تعرف تشتغل اوتوكاد، مايكرو ستيشنز، برامج موجودة في الماركت. لان اي شركة هتعينك محتاجة تعرف انت هتفيدها بايه وهتساعدها بيه. لو معاك 1000 سيرتيفيكت ومعكش خبره عمليه او يو كان نوت ذا جوب، ما تقدرش تعمل الشغلانه، فهو مش هيعينك. ويفضل واحد يكون عنده خبره عمليه ويقدر ان هو يفيد الشركه. طيب لو انت حضرتك طبعا دلوقتي الماركت طبعا فيه مشاكل كتير، وفي يعني عدد كبير من المهندسين المحترمين، وطبعا الخليج مش زي زمان، والوظائف يعني فيها ندرة حاليا عن ايام ما كنا احنا متخرجين. فطبعا عشان تحصل على وظيفه كويسه لازم يكون عندك جود اكسبيرينس. وطبعا لازم ان انت حتى لو انت لسه في الجامعه او خريج جديد، حاول ان انت تروح تاخد تدريب كويس، وتقدر تعمل مثلا زيارات للمواقع، وتبقى فاميليار مع الانترناشونال كودز، تعمل جود ريزومي، يكون عندك سي في محترمه. السي في بتاع زمان ان الواحد يحط صورته ويكتب مش عارف ايه وهارد وركرز والكلام ده، الكلام ده ما ينفعش دلوقتي. فاذا انت عاوز تشتغل في شركه محترمه، ولازم يكون عندك سي في محترم. وطبعا في تمبلت ممكن ان شاء الله هنشيرها على الجروبس او على القناه بتاعتنا، كلها عمل مجاني ان شاء الله لمن يريد ان يستفيد. فالسي في هي الواجهه بتاعتك. لازم حضرتك تكون عامل سي في كويسه باللغه الانجليزيه، وما يكونش فيها اخطاء املائيه، وتكون طبعا طبقا للانترناشونال ستاندردز. فممكن احنا ان شاء الله عن طريق اخونا العزيز المهندس اسلام نحط بعض التمبلتس الموجوده على الجروبس هنا دوت، بحيث اي حد محتاجها ان هو يعدل السي في ويعملها بطريقه محترفه. محتاج طبعا كونكشنز. كونكشن يعني يكون عندك معارف، تقدر انت على لينكد ان ان انت حضرتك تقدر تتواصل مع الناس، ويكون عندك جود لانجوج، بحيث ان انت تقدر تبعت الريزومي بتاعتك وتبعت السي في بتاعتك على اكثر من موقع، بحيث ان انت تقدر ان شاء الله يعني تحصل على وظيفه كويسه. نو هاو تو ابلاي، يعني ازاي انك تقدم على وظيفه، مطلوب ايه ان انت تقدم على وظيفه. معذره بس مش واحد المسجنج. خلينا نشوف كده السكرين واضحه ولا لا. السكرين واضحه يا مهندس اسلام ولا لا؟ فلازم يكون عند حضرتك طبعا تعرف هاو تو ابلاي، تخش ازاي على مواقع التوظيف، على الشركات العالميه الموجوده. واحنا حطينا حتى محاضره على القناه بتاعتنا عليها معظم الويب سايت بتاع شركات التوظيف. تمام مهندس محمود. الخبره العمليه مهمه جدا. يعني اذا اشتغل حضرتك في مجال البروجكت كنترول لازم تعرف ازاي تعمل سكاديول، ازاي تعمل برنامج زمني محترم. هتشتغل في مجال الديزاين لازم تكون ملم بالاكواد العالميه، بحيث ان انت لما تيجي تعمل اي ديزاين يبقى انت ملم بالاكواد، وتقدر تعمل يور ديزاين يعني طبقا للاكواد الموجوده، سواء كانت هتشتغل بره مصر او خارج مصر. فانا بنصح طبعا اي حد كله في مجاله يعني ان شاء الله، واحسن كما احسن الله اليك. يعني انت ربنا وهبك العلم والعقل والمعرفه ان انت تقدر تطور من نفسك، وانك تقدر ان شاء الله تكون مهندس محترف. ما فيش مهندس محترف ما بيلاقيش وظيفه، يعني اي مهندس محترف اخونا المهندس علي شكرا لازم هيحصل على وظيفه. فانت ان شاء الله ما تكون الافضل دايما، وتقدر باذن الله يعني ان انت يكون عندك سي في محترمه، عندك خبره عمليه، بتعرف برامج سوفت وير،
هتشتغل في اي مكان في العالم ان شاء الله وربنا هيكرمك. لا تيأس ولا تقنط، حاول تطور من نفسك، حاول ان انت يكون عندك يعني جود لانجوج، يعني انجلش كنت هتشتغل في الدول الانجليزيه، فرنساوي كنت هتشتغل في الدول اللي هي بتتكلم لغه فرنسيه. طيب المحاضرة الأولى بإذن الله يعني هنشرح فيها بعض الحاجات عن البي 6 هيستوري، البريمافيرا بي 6 هيستوري، الفيتشرز الموجودة في البرنامج. أنا طبعا بحاول أحط الترمينولوجي باللغة الإنجليزية، لأن طبعا أنت كلنا بنسعى إن احنا نشتغل في شركات عالمية وإن احنا نشتغل يعني بالإنترناشونال ستاندرز، فأنا هحط الحاجات يعني باللغة الإنجليزية. وطبعا احنا عشان دول متأخرة كتير ما عندناش حاجات باللغة العربية، يعني البريمافيرا باللغة الإنجليزية معظم الأكواد، فيفضل ان انت تبقى عارف المصطلحات باللغه الانجليزيه عشان لما تخش انترفيو او ما تيجي تشتغل حتى يبقى انت ان شاء الله يعني ملم باللغه. هنتكلم عن بي 6 تولز، الانتر بي 6 انترفيس، الكريتيكال باث، والسي بي ام تكنيكس، والترمينولوجي الموجوده. ان شاء الله هيبقى محاضره عامه النهارده، وان شاء الله باذن الله كل يوم سبت هنحاول في نفس الموعد ان احنا نبدا نكمل المحاضرات وناخد واي استفسارات او اي اسئله في البريمافيرا او اي سوفت وير ان شاء الله هنساعد وهنرد عليها ولا دعم ان شاء الله. احنا عملنا قناه مجانيه على اليوتيوب ان شاء الله بدانا فيها نحط محاضرات البريمافيرا بي 6 باللغه العربيه واللغه الانجليزيه، حتى يعني الجزء اللي عملناه على يوديمي عملناه فور فري لاخواننا في الميدل ايست. حطينا بعض الحاجات عن البي ام بي، وانا بحاول اختار بعض المحاضرات الكويسه واحطها على القناه عندنا. هنكمل ان شاء الله موضوع الريسك، وهنكمل ايضا السكس سيجما، وهنحط حاجات عامه عن الوظائف وازاي تقدم، فان شاء الله ربنا ينفع بها الجميع وتكون عمل يعني خالص لمن يريد الاستفاده باذن الله. ازاي ان حضرتك تحمل نسخه من برنامج البريمافيرا بي 6 فيرجن 18؟ اتمنى يكون ان شاء الله الصوت تمام. طبعا بتحمل الكلام ده من على edelivery.oracle.com، ده الموقع الرسمي لشركه اوراكل اللي هي تقدر تحمل منها البرنامج. وطبعا احنا حملنا الكلام ده على جوجل درايف، وانا شيرته مع اخونا العزيز مهندس اسلام. لو عايز حضرتك تحمل نسخه من البرنامج الموجوده، عاوز حضرتك تروح وان انت تحملها بنفسك من على اي دليفري او تحمل اي برنامج، فممكن حضرتك مشكورا تحمل الكلام ده. تمام، فالتحميل من على موقع edelivery.oracle.com. انا مش عارف شايف السكرينز ما بتتحركش معايا بنفس الطريقه، في تاخير شويه. طيب لما حضرتك بتحمل البرنامج بيطلع عندك بالشكل الموجود دوت، يعني ده الملفات الموجوده. الملف اللي هو 173 ميجا بايت هو ده ملف السوفت وير، وهنشرح النهارده هحط مجموعه من السلايدز ازاي حضرتك تحمل او تعمل انستليشن للبرنامج بدون ما يكون عندك مشاكل في تحميل السوفت وير. لما حضرتك بتفتح البرنامج، وطبعا النسخه اللي احنا موجوده ديت هي بالنسبه للويندوز 64، بالنسبه للويندو اللي هو 64. معلش في لاج تايم ما بين، عشان انا بشتغل على فيسبوك ففي لاج تايم حوالي نص دقيقه تقريبا ما بين السلايدز اللي انا بحطها وما بين بتظهر عند حضراتكم، فانا هحاول سلو داون بعض الوقت عشان ان احنا نقدر باذن الله نتواصل مع حضراتكم. اما بتفتح السوفت وير بتلاقي طبعا الثلاث ملفات دول موجودين، اللي هو الاكس 64 والفايل اللي بعده والسيت اب دوت اس اي. تمام، حضرتك بتختار اللي هو السيت اب دوت اكس اي، وبعدين بتبدا تعمل عمليه الانستليشنز.
لما حضرتك بتعمل عمليه الانستليشنز طبعا بيدي لك الاختيارات ان انت تختار تيبيكال او ادفانسد، ولو انت عندك نسخه موجوده قديمه بيقول لك ريبليس اكزيستنج فيرجن. لو انت طبعا عندك نسخه على البرنامج بتاعك ومش عايز تعمل ريبليسمنت، يعني شيل علامه الصح ديت، يعني خليها دايما نسخه جديده، واختار اللي هي التيبيكال انستليشنز. تمام، اختار اللي هي التيبيكال انستليشنز. بعد ما بتختار التيبيكال انستليشنز بيجي لك الرساله ديت اللي هي ريدي تو انستول بريمافيرا بي 6 فيرجن 18، وحضرتك بتبدا ان شاء الله تدوس على انستول اللي هي عمليه السيت اب. بيجي لحضرتك بعد كده اللي هي اهم خطوه اللي هي ران داتابيز كونفيجريشنز، ران داتابيز كونفيجريشنز. يعني الخطوه دي مهمه جدا في موضوع التسطيب، واي حد عنده مشكله في التسطيب بتكون من الخطوه بتاعه الداتابيز كونفيجريشن. وطبعا احنا قلنا النسخه دي هي نسخه للتعليم او البيرسونال يوز، يعني حضرتك بتستخدمها، ما هياش كوميرشال فيرجنز او ما هياش للشركات او ما هياش للاعمال يعني تجاره وكلام من ده، واخد بال حضرتك. فبتضغط على بعد كده اوكي. تمام، بعد ما حضرتك عملت اوكي بيقول لك اختار داتابيز كونفيجريشنز. انا بروح طبعا للسيلكت درايفر تايب وبختار السيكوال اللي هي ستاند الون. لو فتحت السهم الموجود ده هتلاقي موجود فيها ستاند الون، اختار النسخه اللي هي تبقى اخر واحده في السهم ده، اخر واحده اللي هي ستاند الون. بعد كده بتعمل نيكست. بيجي لك الخطوه اللي هي كونفيجر سيكوال سيرفر كونكشنز. ممكن حضرتك تحط الهوست نيم مثلا بي 6، الداتا بيز نيم بي 6، ادي مفيش فيها مشكله، وبتعمل بعد كده ايه، بتعمل نكست. ما بتعمل بعد كده نكست بيقول لك انتر بابليك لوجن انفورميشنز، وبيعطيك الداتا بيز الايس اللي هي بي ام دي بي. لازم تتاكد ان طبعا موجوده عندك الداتا بيز الايس اللي هي بي ام دي بي. وبعد كده حضرتك بتحط اليوزر نيم والباسورد. طيب ايه هم اليوزر نيم والباسورد؟ هي بابي يوزرز، بابي يوزرز هنكتبها طبعا في الكومنت لما تيجي للسلايدز. مهمة جدا الخطوة دي انك تحط اليوزر نيم والباسورد باب يوزرز باب يوزر. الخطوة دي مهمة جدا ان هي كونفيجر بي 6 بروفيشنال ستاند الون كونكشنز. اهم حاجة طبعا هي في الخطوة دي ان انت تختار الحاجة الصح. هتلاقي هنا بيقول لك you can add a new standalone database and connection or add a connection to an existing standalone database. فطبعا انت حضرتك هتختار add a new standalone database connection اللي هو الاختيار الاخير مش اللي فوق. لو انت عندك standalone قبل كده اختار اللي فوق. لو انت هتعمل fresh copy يبقى تختار اللي هي add a new standalone database connections اللي هي الاختيار اللي تحت. طيب
اخترنا كده اللي هو الاختيار الثاني اللي هو Add a new standalone database and connections، وبتعمل بعد كده حضرتك Next. هنا طبعا زي ما تفضلنا من وقلنا قبل كده Database configurations، بتحط الادمن نيم، طبعا بتاكد ان Database Alias هذه الموجوده اللي هي PMDB، وبتتاكد طبعا ان اللوجن نيم، ممكن تحط اللوجن نيم ادمن، او تحط اسمك او اسم خطيبتك او وات ايفر يو ونت، او اسم مراتك او اي زي ما تحب، او لو انت في امريكا والدول الاوروبيه بيحطوا الجيرل فريند بتاعتهم، فانت يعني بتحط الادمن نيم. بيرسونال نيم مثلا هحطه مثلا بي ام مثلا واي جروب، وانتر يور باسورد، حط الباسورد اللي انت عايزها، يعني اعملها سمبليفايد باسورد، يعني هتكون حاجه بسيطه. والبيز كرنسي، لو انت شغال في الدول اللي هي بتشتغل بالدولار حط يو اس دي، وحط السيمبل بتاع الدولار ويو اس دولار نيم. لو شغال في مصر هتحط الايجيبشن باوند، لو انت شغال في الامارات وعايزين تحط اعتقد هو الدرهم الاماراتي، في عمان او في اي دوله من الدول العربيه او كلام من ده، حط العمله بتاعت بلدك، ولكن الديفولت موجود هو اليو اس دولار، لان انت يعني معظم الناس بتشتغل بعقود انترناشونالز، فبتحط اللي هو الداتابيز موجود. تمام، اتمنى يكون الصوت واضح يا اخوانا. لو في اي كومنت الله يكرمكم اكتبوها في الكومنت عشان اقدر اقراها وارد عليها باذن الله. وبنهاية المحاضرة احنا هنحط يعني بعض الوقت لأي سؤال. المحاضرات دي طبعا بدائية، دي هتكون طبعا للمبتدئين او اخواننا اللي بيعملوا فريش، لكن ان شاء الله هنبدأ قريب نقدم الحاجات اللي هي الادفانسد كورسز والارنت فاليو ريسك اناليسيس، الحاجات دي كلها الادفانسد بريمافيرا، يعني السورس لودنج، الحاجات المهمة جدا هنبدأها ان شاء الله في المحاضرات القادمة. اتمنى يكون الصوت واضح وان اخواننا يعني مستمتعين بالمحاضرة ومحدش زهقان، واكتب لنا الكومنت بتاعتك وان شاء الله يعني احنا هنرد عليها على قدر المستطاع. لما حضرتك بتخلص الانستليشنز بتاعت البريمافيرا بيجي لك طبعا الواجهه اللي قدام سعادتك ديت اللي هي لوجن انتو بي 6، بتحط اللوجن نيم وبتحط الباسورد، اللوجن نيم اللي انت اخترته وبتحط الباسورد اللي حضرتك اخترتها. تمام متابعين يا جماعه، معانا متابعين؟ متابعين معنا ولا فين؟ جيف مي ثامب، اعطونا كده يعني رساله ان انتم متابعين. طيب دي القناه بتاعتنا على اليوتيوب اسمها ليرن بروجكت مانجمنت، هتلاقي عليها طبعا كل الفيديوهات باللغه العربيه واللغه الانجليزيه، وهتلاقي عليها كمان البلاي ليست. تمام تمام اخويا المهندس هشام، ان شاء الله هنبدا باذن الواحد الاحد، هنحط الكورسات على القناه بتاعتنا، وهنحطها كمان هنا محاضرات مع المهندس اخونا المهندس اسلام على جروب، وان شاء الله هتكون موجوده في كل مكان باذن الله. طبعا انت عارف ان كنا في العيد في رمضان وكان صعب جدا احنا نقدم يعني محاضرات، فبنحاول ان شاء الله بعد العيد ان احنا نبدا نحط محاضرات في مجالات متنوعه في البريمافيرا، هنشوف المايكروسوفت بروجكت لو حد محتاجه، بعض الحاجات في البي ام بي ممكن نحط مختارات موجوده ريسك، يعني ان شاء الله هنقدم بقدر المستطاع لان الله سبحانه وتعالى يجعل فيها الخير لكل الناس والناس تستفيد. الوظائف بحاول انشر على قدر المستطاع، يعني بحاول في الويك اند ان انا اقدر اعمل بعض الوقت ان انا اشير حاجات معينه او وظائف بتجيلي، اي شركات من اللي احنا نعرفها لو عندها وظائف ان شاء الله في الميدل ايست هنعرضها. نماذج السي فيز، بحط محاضرات ازاي انت حضرتك تخش الانترفيو وازاي تجاوب على الانترفيو، ان شاء الله نكمل باذن الله على قدر المستطاع. وان شاء الله سامحونا ان احنا انا بدات يعني شهر فبراير اللي فات، يعني وهذه لها قصه محتاجها يعني نشرحها بعدين، ولكن هنحاول باذن الله نحط الخبرات كلها تحت متناول حضراتكم ان شاء الله. فدي القناه هي لو انت عايز في اي وقت حضرتك تخش تشوف الكورسات ان شاء الله يعني تكون موجوده وتتابع معانا. عندك اي سؤال اسالنا على الخاص او على القناه او على الجروب بتاع البي ام بي او على صفحتي على الفيسبوك او على الجروب، يعني في اي مكان اسالنا هنجاوب باذن الله. عندك مشكله في السيت اب، مشكله في اكستنشن اوف تايم، في كليمز، اي شيء ابعت لي، يعني ان شاء الله ان احنا نحاول نساعدك باذن الواحد الاحد.
طيب اباوت بريمافيرا بي 6، ايه البرنامج دوت؟ البرنامج ده بروجكت مانجمنت يعني بلاننج اند كنترول سوفت وير بيلت اون اوراكل اند مايكروسوفت سيرفر. يعني لازم اي برامج من البرامج المهمه ديت زي ما انت بتعمل ويب سايت بيكون لها سيرفر بتشتغل عليه، وطبعا في منها كلاينت ابلكيشنز ومنها ويب سيرفرز، ودي انتربرايز وايد بروجكت مانجمنت. الفرق ايه ما بين البريمافيرا مثلا والمايكروسوفت بروجكت؟ البريمافيرا يعني حاجه وايد، حاجه كبيره جدا على مستوى الانتربرايز، يعني ممكن تحط عليها مجموعه كبيره جدا من الشركات، زي مثلا لو شركه كبيره زي المقاولين العرب مثلا وعندها فروع كتيره، فروع انفراستراكشر، فروع بيلدينج، فروع هاي ويز، فروع قصور، ممكن حضرتك تحط مجموعه من الشركات بالمشاريع بتاعتها على البرنامج دول وتتابعها كلها في وقت واحد. المايكروسوفت بروجكت هو اسمه بروجكت، يعني هو سكيل بروجكت، وانا بعتبره حاجه يعني سهله لانه قريب من اكسل، ان انت تبدا تعمل عليها مشاريع صغيره، تبدا تعمل عليها مشاريع صغيره. فبرنامج البريمافيرا هو برنامج اداره مشروعات بيساعدك ان انت تعمل بلاننج وكنترول للمشاريع بتاعت حضرتك على ان شاء الله البرنامج المهم دوت. طيب وات اباوت وات بريمافيرا كان دو، انت ممكن حضرتك تعمل ايه على برنامج البريمافيرا؟ انك تعمل سكيدولينج للبروجكت، ان انت ممكن تقدر تعمل تكريت بروجكت تعمل عليه سكيدولز، تمام؟ ممكن تعمل بادجيتنج للبروجكت، ممكن تحط عليه البادجت لو انت عندك بي او كيو بيل اوف كوانتيز او عندك الاستيميشنز بتاعتك، ممكن حضرتك تحط البادجيتنج على البروجكت. ايضا يو كان ادمنسترنج اند مانج ميني بروجكت، انت ممكن تدير مجموعه من المشاريع والبورتفوليو والبروجرامز، وده هنوريه ان شاء الله في الادفانسد ليفلز في وقت واحد، وتعمل تراكنج عليهم. يعني مدير الفرع او مدير المشاريع ما عندوش وقت يخش على الديتيلز ويشوف اتش اكتيفيتي باي اكتيفيتي، هو عايز يعرف الهاي ليفلز سمري ريبورت، وده ان شاء الله هنقدم فيها بعض المحاضرات ازاي تعمل ريبورتنج والتو ديفرنت ليفلز، يعني مدير المشروع له ريبورت، المدير الفرع له ريبورت، التشيرمان بتاع الكمباني له ريبورت، فطبعا كل واحده لها ريبورت حسب مستواه الوظيفي. شيرد ريسورسز، انت تقدر على البرنامج البريمافيرا انك تعمل شيرد ريسورسز. لو عندك معدات مهمه جدا كرينز او بامب او معدات مهمه جدا مكلفه، فانت بتقدر انك تعملها شيرد على كل المشروع. انا مش عايز يبقى اجيب بامب وتشتغل يوم وتعطل او تقعد ايدل مثلا بدون شغل 3 4 ايام وادفع لها التكاليف بتاعتها، طبعا ده صعب جدا. فانت البريمافيرا تقدر ان انت تساعدك والله ان انت المشروع الفلاني تشتغل فيه البامب يومين وبعد كده تنقلها في المشروع الثاني والثالث والرابع، ان انت تعمل مانوفرنج تو يور ريسورسز، هذه مهمه جدا. يعني المهندس المحترف انه يقدر يعمل مانوفرنج للريسورسز على مشاريع ويقدر ان ما يسيبش اي معده واقفه بدون عمل ويوفر التكلفه، هذا مهندس مهم جدا لاي شركه، واي شركه تتمنى ان هي تعينه. فانت دايما يعني حاول انك تسعى ان انت تكون توب ليفل، ان انت تكون مهندس ناجح جدا، ان انت تكون مهندس فيري بروفيشنالز، الشركات هتجري عليك وان شاء الله ربنا يكرمك بوظيفه احسن. فموضوع التكلفه وندره الموارد الموجوده حاليا في الماركت مهمه جدا، ان انت تو مانج يور ريسورسز، ان انت تقدر تتحكم فيها وما يكونش عندك اي هالك، ما يكونش عندك اي فاقد، اوبتمايزيشنز ان انت تقدر تستخدم الريسورسز بطريقه كفاءة عالية جدا، ده هيبقى مفيد جدا لأي شركة حضرتك بتشتغل فيها. كنترول تشينجز، تقدر انت ان شاء الله عن طريق برنامج البريمافيرا ان انت تعمل كنترول تشينجز اللي هي الموجودة. وطبعا المخدر اللي بيشتغلوا في التشينج مانجمنت انك تدير الشينجز الموجوده عندك في المشروع، وان انت دايما تبقى يعني سباق في الموضوع مهم جدا جدا. المهندس اللي بيتجاهل الشينجز الموجوده في المشروع ويفاجئ ان البيز لاين الموجوده عنده في المشروع داز نوت ريفليكت ذا رياليتي، يعني مو هوش مطابق للواقع، الواقع شيء والبيز لاين شيء ثاني خالص،
مشروع فيه تغيرات كتيرة جدا، والسكادول الموجودة عند حضرتك لا تتفق مع الواقع الموجود، فهذا طبعا يعني تقصير كبير. ومعظم المشاريع اللي فيها هذه المشاكل بتبقى يعني فيها ميس مانجمنت، الإدارة فيها مش مظبوطة، والتيم اللي موجود ما عندوش ريسك مانجمنت، ما يقدرش ان هو يستفيد بالاوبورتونيتيز الموجوده عنده في الريسك، بحيث ان هو يعمل سكيدول ان هي ريفلكت ذا رياليتي وذا اكشوال ورك اون سايت، اللي تعكس الاعمال الموجوده في السايت. طيب بريمافيرا ستراكشرز، البريمافيرا ستراكشرز طبعا بتبدا من الاي بي اس اللي هي انتربرايز بروجكت ستراكشرز، اللي هي اعلى هيكل في الشركه، اعلى هيكل في الشركه اللي هو الهيكل الاعلى في اي شركه موجود اسمه الاي بي اس. تحت منه طبعا بيبقى فيه موضوع المشاريع اللي هي البروجكت، وتحت المشاريع موجوده الدبليو بي اس. الدبليو بي اس الدبليو اس موضوع كبير جدا ولازم نفهمه كويس، اللي هو ورك بريك داون ستراكشرز، الهيكل بتاع اي مشروع. فانت يعني اي مشروع لازم ان انت تفصصه كده باللغه العربيه، تفصصه الى حاجه تقدر ان انت تشوفها، او تقدر ان انت حضرتك تعمل لها مانجبل. هاو تو ديفايد يور بروجكت انتو مانجبل كومبوننت، ازاي تقسم مشروعك الى مجموعه من الورك باكجز. اخواننا اللي بيدرسوا بي ام بي عارفين الكلام ده، وفي شابتر كامل عن الموضوع ده في البي ام بي، وان شاء الله هنحاول ان احنا نربط ما بين البريمافيرا والبي ام بي، بحيث ان حتى داخل الامتحان يفهم النواحي التطبيقيه الموجوده في البريمافيرا وازاي هي ريليت تو بي ام بي، عشان ما تقرا البي ام بي ما تزهقش، ما تحسش انت بتقرا كلام بس انشا، لا الموضوع بيتطبق. فازاي انت تعمل سكاديول طبقا لمعايير ومنهجيه البي ام اي بي ام بي، هذه مهمه جدا وهنشرحها بالتفصيل باذن الله على قدر المستطاع. فالدبليو بي اس موضوع مهم جدا جدا، ما تاخدوش سهل، لازم تقعد مع مدير المشروع وتراجع الرسومات وتراجع البيل اوف كوانتيتي، وتبدا تقسم الكلام ده قبل ما تبدا تشتغل حتى على السوفت وير. طيب اورجانيزيشنال بريك داون ستراكشرز اللي هي الاو بي اس او الاورجانيزيشنال شارت، اللي هي الستافنج بلان، اللي هي بيسموها باللغه العربيه، اللهم صل على سيدنا محمد، بيسموها باللغه العربيه اللي هي الاو بي اس، الهيكل التنظيمي للشركه، الهيكل التنظيمي للشركه اللي بيبقى فيها اعلى حاجه مدير الفرع او مدير القطاع، مديرين المشاريع. بعد مدير المشاريع بتلاقي المشاريع موجوده، وبتلاقي تحت منهم الستافنج، الفورمانز، انجينيرز، السايت ورك، الاعمال الميكانيكيه، الاعمال الكهربائيه. فده اللي هو الهيكل التنظيمي الخاص بالشركه. البريمافيرا طبعا بتتيح لحضرتك ان انت تضيف هذا الهيكل التنظيمي على البرنامج، وتربطه في المشاريع عشان يبقى عندك فيه ريسبونسابيلتيز. لو انا عاوز احدد المشاريع المسؤول عليها المهندس الفلاني، اقدر ان اعمل عليها فلتر واقدر اتابعها واطلع الكي بي ايز اللي هي كي برفورمانس اندسيز، طبعا هي حاجه خاصه بالارنت فاليو، ودي هنشرحها ان شاء الله في الليفل المتقدم، ازاي ان انت تعمل ارنت فاليو على برنامج البريمافيرا وتطلع كل الكي برفورمانس اندسيز، وتقدر تطلع هاي ليفل ريبورت مهم جدا للهاي ليفلز، بحيث ان هم يعني في بعض الشركات والمديرين الكبار هو جاست عايز يشوف الكي بي اي، يبص على المشروع الفلاني الكي بي اي اللي هي اس بي اي او سي بي اي او مجموعه الاندكسز، عاوز يشوفها وخلاص، مش عايز يشوف التفاصيل والديتيلز. في مديرين مشاريع عاوز يبص جاست على المايل ستونز اللي انت بتحطها للمشاريع، ومديرين المشاريع او عايز يبص بعد كده على الدبليو بي اس او على الليفلز الموجوده. فكل واحد طبعا حسب الليفل بتاعه. طيب البرنامج بيتيح لحضرتك ان انت تعمل يوزر ديفايند فيلد اند كودز، انت تقدر تضيف حاجات مش موجوده في البرنامج، بحيث ان هي تساعدك في موضوع المونيتورنج اند كنترولنج، ازاي تتابع البرنامج وازاي انت تعملها، وتقدر تحط بعض الستارز، بعض الهايلايتس، الكلام ده كله البرنامج بيساعد حضرتك ان انت تعمل الكلام ده باذن الله. طيب كمان البرنامج بيساعدك ان انت تعمل السي بي ام اللي هي كريتيكال باث ميثود سكيدولينج اند تكنيكس، برنامج بي 6 بيتيح لك هالموضوع وهنشرحه ان شاء الله. وايضا بيتيح لحضرتك موضوع ريسورس ليفلنج، ازاي ان انت تعمل كابنج
للريسورسز. لو عندك ريسورسز وجت عملت الوكيشن على البرنامج ولقيت عندك بعض فترات من الشهر محتاج ان انت يكون عندك مثلا 20,000 طن خرسانه، الشهر اللي بعده 10,000، الشهر اللي بعده 5، فانت كده هنا هيبقى عندك مشكله كبيره جدا في الموارد، هتضطر ان انت تجيب الموارد كبيره جدا في الشهر ده، الشهر اللي بعده هتبقى قاعده من غير شغل، الشهر اللي بعده مش عارف ايه. فانت بتقدر تعمل ليفلنج، والله تقول لا انا هيبقى عندي مثلا 50 ترك للكونكريت وعندي 10 بامب وعندي كذا، ودول انا عايز استخدمهم كل شهر، فبقدر اعمل حاجه اسمها ريسورس ليفلنج بحيث يكون عندي كونستانت، يعني الريسورس تكون كلها تقريبا نفس العدد في الشهور، بحيث ما يكونش عندك اي ايدل اكوبمنت او ما يكونش عندك بيك، يعني يكون عندك موجوده في الريسورسز، بتدفع فلوس اكتر الشهر ده والشهر اللي بعده تلاقي نفسك عندك مشكله في الموارد. تمام؟ اي سؤال اتفضل اكتب الكومنت وان شاء الله ارد عليه. في 6 هيستوري، طبعا البريمافيرا بدات 1996 في سمول كمباني كولد ايجر لي، هنا موجوده في نيويورك في امريكا، وكان عباره عن مشروع صغير في نيويورك ستيت، يعني في ولايه نيويورك، وهنا كان ولاده اول ولاده لبرنامج البريمافيرا، وبداوا يستخدموا من بعدها هذا البرنامج. ألف وتسعمية تسعة وتسعين بدأ أول ريليز اللي هو بريمافيرا بي 3. في حد يشرح لنا أو يقول إيه هي البي 3؟ منين جت البي 3؟ طبعا البي 3 اللي هي بريمافيرا بروجكت بلانرز، عشان كده سموها بي 3، وهي كانت فيرجن ممتازة جدا جدا، وما زال بعض الناس بيستخدموها خصوصا في الجانت شارت، ما زال بعض الناس بيحبوا إن هم يشتغلوا على هذه الريفيجن، لان هي يعني بتديهم شكل جميل جدا، وما زال بعض الناس منسيشان بيستخدموا اللي هي الفيجن 3. 2006 بدات الفيجن رقم 5. تمام. 2007 بدات ظهور بي 6 اللي هي فيجن 6، وهذه الفيجن ما غيروهاش بعد كده، هي اسمها بي 6 وما غيروش بعد كده الفيرجن ديت، بس ظهرت بعد كده ديفرنت ريليز، يعني بي 6 فيرجن 7، بي 6 فيرجن 7.1.2.3، فيرجن 8، لحد ما وصلوا لفيرجن 18 اللي هي اخر ريليز موجود حاليا في الماركت، وده ان شاء الله اللي احنا هنحط عليه المحاضرات. تمام؟ اكتوبر 2008 اوركل انونسد ان هي دخلت اجريمنت مع بريمافيرا واكواير ذا كمباني، عشان كده الكلام ده تم في اكتوبر 2008. مرحبا بمهندس ماجد، مرحبا بحضراتكم جميعا، واتمنى يكون الصوت واضح، ولو في اي كومنت اكتبوها لنا وان شاء الله هنحاول ان احنا نرد عليها في اخر المحاضره. في 2008 بدأت أوراكل أنونسد إن هي دخلت في أجريمنت مع بريمافيرا تو أكواير ذا كمباني. الريسورسز، الريسورسز طبعا هما بيعتبروا التايم والماني الإكويبمنت البيرسونيل الماتيريال بيعتبروها ريسورسز، نتيجة طبعا معظم الدول والشركات حاليا عندها مشاكل في الموارد، فاصبح الماني يعني الفلوس موضوع مهم جدا كريسورس. الطيب ايضا، وطبعا هم زودوا عليها كمان حاجات زي الريسك، خدنا شفت في يعني بوست المهندس اسلام حاطط كمان الريسك، فطبعا هم كل شويه بيعملوا ابديتس بيزد على الماركت. احنا هنركز في محاضراتنا على الاكيوبمنت البيرسونيل الماتيريال اللي هي المعدات والاشخاص والمواد. مرحبا بمهندس عماد رمضان. فهنركز ان شاء الله في المحاضره او المحاضرات اللي هنبداها، سواء كان مستوى المبتدئين او مستوى الانترميديت او مستوى الادفانسد، هنركز على اللي هي الاكويبمنت والبيرسونيل والماتيريال، وطبعا الماني عشان موضوع الارنت فاليو،
فهنبدأ إن كمان نحط الفلوس ونحط الموارد بحيث حضرتك تقدر تطلع برنامج محترم وتطلع ريبورت محترم من الايرنت فاليو من على برنامج البريمافيرا، وازاي ان انت تعمل له اكسبورت على الاكسل وتحط عليه بعض الجرافيكس والحاجات يعني بريزنتابلز تكون واضحه بحيث اي حد يفهمها وتبقى سهله. فان شاء الله هنكمل الكلام ده باذن الله. Critical Path Method CPM. CPM. CPM is a project management technique for scheduling that define critical and non-critical tasks. طبعا السؤال ده بيجي دايما في مشاريع في امتحانات البي ام بي، يعني لا اعتقد ان في امتحان بي ام بي بيخرج عن هذا السؤال. يقول لك اشرح لي ايه هي السي بي ام. هي project management technique بتستخدمها ليه؟ عشان يبين لك المسار الحرج للمشروع، ايه الانشطه الحرجه وايه الانشطه الغير حرجه الموجوده على مسار الشبكه. طبعا سامحونا ان في فرق حوالي نص دقيقة او 30 ثانية ما بين السلايد اللي انا بعرضها هنا والسلايد اللي بتيجي لحضراتكم، لان احنا بنشتغل عن طريق برنامج ومربطين البرنامج ده بالفيسبوك لايف، يعني احنا ما بنستخدمش زوم كلاود او جوتو ميتنج او حاجات من الحاجات ديت. ففي بس فرق حوالي 30 ثانية او 20 ثانية ما بين السلايد بتاعتي واللي انا بتشوفوها على السكرين. فانا بحاول ان انا يعني اهدي شوية لما انقل من سلايد لاخرى بحيث ان احنا نقدر ان احنا كاتش اب والاتش اذر ان احنا نكون متابعين مع بعض. فالكريتيكال باس ميثود اللي هي السي بي ام ده موضوع مهم جدا جدا. وطبعا بعد ما انت بتبني الشبكه بتاعتك او بتبني السكاليوز بيظهر عند حضرتك تقدر تعمل، ونشرحه ان شاء الله ازاي تطلع الكريتيكال باس والنون كريتيكال باس وتعمل فلوت والحاجات الخاصه جدا بالادفانسد ليفل. طيب كريتيكال باس برضه السؤال ده بيجي في مشاريع في امتحانات الاي ام بي، وما اعتقدش ان في سكاديولر او بلانر يعني راح اي انترفيو وما سالش السؤال ده. فحتى اخواننا المحضرين للبي ام بي برضه يعني يكونوا مركزين جدا على الاسئله ديت. كريتيكال باس از تشين اوف اكتيفيتي، سلسله من الاكتيفيتي فروم ذا ستارت تو ذا فينش اوف ذا بروجكت ذات هاز ذا ليست اماونت اوف فلوت. المسار الحرج هو مسار الذي يحتوي على الاكتيفيتي التي عليها اقل نسبه فلوت، ونشرح طبعا بعد كده في السلايد الجايه، ولازم يكون من ستارت تو فينش. لو انت حضرتك عملت سكاليو وجاي تعمل فلتر للكريتيكال باس وما طلعش من اخر نشاط لحد اخر نشاط تعرف ان في مشكله في الكريتيكال باس. الموضوع ده مهم جدا وخلينا نكرره تاني. الكريتيكال باس المحترم لازم يبدا من ستارت اوف ذا بروجكت اند اند وذ اند اوف ذا بروجكت، يبدا من اول نشاط وينتهي مع اخر نشاط ويمر بالانشطه التي تحتوي على اقل نسبه فلوت. الموضوع ده مهم جدا يا جماعه، السؤالين دول عشان الاخوان اللي بيعملوا سكاليولينج ما يجي يخلص ويجي يراجع السكاليول او يبعتها للكونسلتنت او اي حد قبل ما يبعت الكلام ده يعمل ريفيو ويشوف الكريتيكال باس مظبوط عنده ويراجعوا مع مدير المشروع مع التيم الموجود بحيث ان هو دايما يتاكد ان السكاليول از فيت فور بيربوز، يعني السكاليول تصلح للمشروع اللي هو بيشتغل عليه. ده نموذج جرافيكال ريبرزنتيشنز بيقول لك والله ان ازاي الكريتيكال باس بيبدا من نشاط A وينتهي بنشاط F ويبدا من بدايه المشروع وينتهي بنهايه المشروع، وطبعا بيكون دايما لونه باللون الاحمر ما بتيجي في البريمافيرا وتعمل فلتر على الكلام ده بيظهر لك باللون الاحمر، يعني هايلايت ريد ان ده في مشكله ان هو ده كريتيكال باس. انت يو هاف تو كيب ان اي، لازم يكون عينيك دايما على المسار الحرج في كل ابديت بتعمله، سواء بتعمل ابديت ديلي ويكلي مونثلي يومي اسبوعي شهري، فلازم تشوف بعد كده ليه المسار الحرج بيتغير واي تغير فيه هايلايت وتناقش مع مدير المشروع وتعرف الاسباب اللي ادت الى تغيير المسار الحرج. اتمنى تكون الموضوع واضح يا اخوانا متابعين.
صحيح معايا؟ طيب هنا السلايدز الخاصة بالترمينولوجي اللي احنا هنشرحها بإذن الله، وهي مرتبطة حتى بالبي ام بي ومرتبطة ببرامج البرمافيرا ومايكروسوفت أي برنامج مانجمنت. الأكتيفيتي أو التاسك نشاط بعد ما تقسم الـ WBS بتاعك بتقسمه لمجموعة من الأنشطة، مجموعة من التاسك، مجموعة من المهام اللي أنت بتحطها على البرنامج بتاعك بحيث إن أنت تقدر تتابعها. إذا كان عندك مثلا WBS Foundations بتقدر تقسمه لمجموعة مثلا من السيرفي، تقسمه لحفر فورم وورك، تحط الستيلز، تحط الكونكريت، تعمل كيورنج. ده تقسيم في الـ WBS into الأنشطة. فالنشاط هو أقل مستوى في مستوى الشبكة، أقل مستوى في الـ WBS اسمه النشاط أو سميه تاسك أو whatever you would like to call it. تمام؟ ديوريشنز مدة النشاط، المدة اللي حضرتك بتحددها. طيب مدة النشاط بتحددها ازاي يا فندم؟ في ناس بتحددها من خبرة، عارف ان الحفر بتاع الفاونديشن الفلاني ده بياخد 2 دايز 3 دايز 4 ايام. في ناس طبعا بتحددها من الاستيميت، عنده استيميت بالكلام ده، وعنده قد ايه ريسورس، وعنده قد ايه الماتيريال الموجوده والمعدلات الموجوده، وفي حاجات كتب جديده كبيره جدا موجوده في الماركت خاصه بمعدلات التنفيذ. فطبعا الكلام ده بيجي من خبره اخواننا الجداد اللي هم حديث التخرج، يقدر يرجع الى الكتب الخاصه بمعدلات التنفيذ، ويرجع كمان لنماذج مشاريع لسه ليرند، مشاريع اللي نفذت قبل كده، ويراجع معدلات التنفيذ على ما يبدا ياخد خبره ازاي يحط المدد. طبعا انت بتراجعها دايما مع مدير المشروع معاك، وبتبدا تحط الكلام ده معاه وتراجعه، بتخش يعني بتاخد ريتريشنز يعني اكتر من ريفيجن، بتحط المدد والكلام ده كله وتراجع مره واثنين وثلاثه لحد ما توصل للاوبتمايزيشنز اللي هي المدد اللي هي السليمه يعني النشاط. كل نشاط على برنامج البرمافيرا له اربع تواريخ، الايرلي ستارت والليت ستارت. الايرلي ستارت هم عباره عن تو ديتس تاريخين، والليت ستارت عباره عن تاريخين، كان باللغه العربيه الفصحى. فالايرلي ستارت وعندك الايرلي فينش وعندك الليت ستارت والليت فينش. خلينا نبسط المعلومه دي ببساطه كده. لو انت بلان مثلا انت تروح رحله من مثلا من منصوره بلدي مثلا القاهره الساعه 8 الصبح، والمفروض تكون في القاهره الساعه 10 الصبح لو انت تركب ليموزين محترم او ميكروباص محترم، مفيش مشاكل مفيش اشارات. فبتقول والله انا هصحى من يوم الساعه 7، هاخد شاور، هلبس هدومي، الساعه 8 هبدا اخد الميكروباص او واكون في القاهره الساعه 8. لو انت مش كده من 8 ومده الرحله ساعتين وصلت القاهره، انت كده في خطوره. لو حصل اي حاجه في الطريق ممكن توصل او ما توصلش على الساعه 10 ويكون عندك تاخير بقيت على المسار الحالي. لكن لو حضرتك بدات الساعه 6 الصبح واتحركت من بيتك الساعه 7 ومده الرحله ساعتين، يعني ممكن توصل القاهره قبل الساعه 10 بساعه، يبقى عندك فلوت ساعه. عندك ساعه ممكن تقعد على القهوه تاخد كشري مصري تظبط تاخد شويه قهوه تشاور كون انت وصلت. فانت عندك سماحيه او سلاك او فلوت ساعه. لو حصل اي حاجه، حصل تاخير في الترافيك 30 دقيقه، ما زال عندك 30 دقيقه ان انت تقعد وتشرب وتاكل وتهيص، وما زال ما تروحش لو انت عندك انترفيو لحاجه، ما تكونش ان رش، ما تكونش عندك مشاكل. فده اسمه الفلوت السماحيه. في نوعين من الفلوت، حاجه اسمها الفري فلوت وحاجه اسمها توتال فلوت. الفري فلوت ده خاص بالنشاط التالي، يعني اذا تاخر هذا النشاط، هي المده لو تاخرها النشاط لا يؤثر على النشاط التالي له. طبعا في البريمافيرا حاجه اسمها بريديسيسور وسكسيسور. البريديسيسور ده هو النشاط السابق، والسكسيسور هو النشاط اللاحق. فالفري فلوت المده الزمنيه الموجوده عندك ما بين البريديسيسور والسكسيسور لو تاخرها هذا النشاط ما يأخرش على النشاط التالي. لو تأخر أكتر من المدة ديت بيبدأ يأثر على النشاط التالي. بس هل بيأثر على مدة المشروع؟ لا، لا يؤثر على مدة المشروع. وده برضه من الأسئلة اللي بتيجي في البي ام بي وبتيجي في معظم الحاجات، لازم هيجي لك السؤال دوت، الفرق ما بين الفري فلوت والتوتال فلوت.
التوتال فلوت اللي هو المدة لو تأخرها النشاط بيأخر مدة المشروع. طيب يبقى قلنا التوتال فلوت هي المدة الزمنية التي لو تأخرها النشاط بيأخر مدة المشروع، وطبعا هي دايما الفرق ما بين الليت ستارت ماينس ايرلي ستارت او الليت فينش ماينس ايرلي فينش. ما تحفظش حاجة يعني عشان تعمل الكلام ده، بتقول هي الفرق ما بين الستارت سواء كان ليت او ايرلي، او الفرق ما بين الفينش سواء كان ليت او ايرلي. لو جالك سؤال ده في البي ام بي او كلام من ده بتاع، ما تقعدش توجع راسك ما تحفظش حاجة، تحسب الكلام ده على الشبكة ازاي. هي الفرق ما بين الستارت الليت والايرلي، او الفرق ما بين الفينش الليت والايرلي. يبقى هي دايما الفرق ما بين الليت، تمام، سواء كان ليت او ايرلي، سوري الفرق ما بين الفينش سواء كان ليت او ايرلي، او الفرق ما بين الستارت سواء كان ليت او ايرلي. يبقى لو جالك اي نشاط وحط لك الليت ستارت والايرلي ستارت، على طول روح اعمل ديدكشنز وطلع التوتال فلوت. لو جاب لك الفينش بس وقال لك الليت فينش وادي الايرلي فينش، على طول اعمل الديفرنس ما بينهم وطلع التوتال فلوت. طيب قبل ما تشتغل على برنامج البريمافيرا وتعمل السكاديول، في مجموعه من الخطوات لازم حضرتك ان شاء الله تعملها قبل ما تقعد تشتغل على السوفت وير. متابعين يا جماعه؟ متابعين؟ لازم طبعا تراجع السكوب اوف ورك، لازم تراجع السكوب اوف ورك اللي موجود للمشروع اللي عندك، تراجع الرسومات، تراجع الدرونج، تراجع البيل اوف كوانتيتيز، تراجع الكونتراكت كونديشنز، تشوف الافيلبل ريسورسز، امكانيات الشركه الموجوده عندك ايه، يعني عندها كم معده، كم حفار، عندها كم بامب، عندها كم بني ادم، المايل ستونز ديتس اللي هي المايل ستونز اللي هي يا جماعه اللي هي الحاجات المهمه جدا في برنامج يعني كل عقد يقول لك والله انا عايز تخلص لي السبع عمارات الاولين دول بالتاريخ الفلاني، او عايز تخلص لي الفاونديشن بتاع كل البيلدنج دي بالتاريخ الفلاني، عايز تسلم لي العقد بالتاريخ الفلاني. هاي التاريخ المهمه جدا اسمها المايل ستونز. المايل ستونز طبعا البروجكت ديوريشن مهمه جدا، ما تجيش تعمل جود سكاديول وتلاقيك طبعا ان انت متخطي مده التعاقد، هتترفض طبعا. لازم يكون السكاديول مطابقة لمدة التعاقد، مطابقة لمدة المشروع. البيز لاين ديتس، بيز لاين ديتيلز، طبعا كل عقد له شروط، فلازم تعمل بيز لاين اللي انت بتعمله بعد ما تخلص السكاديو وتراجعه بيكون موافق للحاجات التعاقدية سواء كان مايل ستونز سواء كان ديتس، بحيث ان انت تتقبل منك السكاديو. هنبدا ان شاء الله نعطي يعني حاجات بسيطه جدا عن التول بارز، طبعا الكلام ده هنشرحه عملي على البرنامج، بس المحاضره الاولانيه عباره يعني عن اوفر فيو، مناقشه عامه، معلومات عامه مع حضراتكم، استفسارات، وبعد كده ان شاء الله هنبدا الكلام ده عملي على البرنامج. وفي اكتر من بروبوزل ان احنا مثلا ممكن نعمل سكاديول لبريدج او سكاديول لبيلدنج من اي تو زد، من اول ما تعمل البرنامج لحد ما تعمل الدبليو بي اس والانشطه، تحط الريسورسز وتعمل تراكنج وتطلع الارنت فاليو وتطلع الانديسز وتعمل ريبورتنج. ان شاء الله هنعمل الكلام ده على الجروب باذن الله، وكمان هنحط كوبا منه بعد ما نخلص الفيديوهات نحطها كمان على القناه للي عايز يشوفها في اي وقت باذن الله. البريمافيرا زي اي برنامج زي الاكسل او الوورد او كلام من ده، في مجموعه من التول بارز. طبعا تفتح الاكسل هتلاقي اول حاجه فايل، وتقدر عن طريقها تعمل نيو بروجكت او تعمل اوبن لبروجكت او تعمل كلوز اول او بيج ست اب، الحاجات اللي بتعملها دايما في الاكسل او اي برنامج. انت عايز تطبع، عايز تعمل برنت بريفيو، تشوف قبل الطباعه تعمل برنت، الامبورت والاكسبورت اللي هنشرحهم ان شاء الله، وحاجات ثانيه باذن الواحد الاحد هنعملها. ولو انت هتعمل بورتفوليو تجمع مجموعه من البروجرام، البورتفوليو يا جماعه مجموعه من البروجرامز، والبروجرامز مجموعه من المشاريع، وده ايضا اسئله موجوده في ام بي. البروجرامز مجموعة من المشاريع، والبورتفوليو مجموعة من البروجرامز، تمام؟
عندك بعد كده اللي هي الايديت اللي تقدر من عن طريقها تعمل الكات كوبي بيست اد ديليت. برضو ان شاء الله احنا بس بنوريك شكل التول بارز ازاي، ولكن ان شاء الله هنشرح الكلام ده بالتفصيل. فده الايديت منيو، ده قائمه البروجكت، سوري مش ايديت، ده البروجكت اللي بتلاقي في تحت منها الاكتيفيتي ريسورس اساينمنت دبليو بي اس اساين بيز لاين، لو عايز تحط بيز لاين، لو عايز تعمل مينتين البيز لاين، ضيف اكسبنسز، لو عايز تعمل كونكشن ما بين الدوكيمنت مسندات التعاقد ومع الانشطه، هنعرفك ازاي تعمل الهايبر لينك وازاي تربط النشاط بالدوكيمنت، بحيث انت لو عايز تبص على كل نشاط وتشوف ايه الدوكيمنت الريليتد لهذا المشروع او لهذا التاسك هنحطها. ايضا التريش هولد والايشوز والكلام ده كله هنشرحه باذن الله تعالى. انتربرايز طبعا موجود تحت منها، قلنا انتربرايز هي اعلى هيكل في الشركه، تحت منه المشاريع تمام، وسموها الاي بي اس، وتحت منه تحت المشاريع بتلاقي الدبليو بي اس طبعا، في ازاي تعمل تراكنج او تعمل بروجكت بورتفوليوز، تجمع مجموعه من المشاريع، حقيبه المشاريع، حقيبه الاستثماريه، حقيبه المشاريع، وده سؤال موجود في البي ام بي برضه لازم تتبعه بحيث انت تعمل لهم تراكنج مع بعض، ان انت تضيف الريسورسز او الرولز اللي هي الاهم موارد بسموها الرولز. الاو بي اس شرحناها، الهيكل التنظيمي للشركه، وتقدر ان انت تعمل سورس كود او بروجكت كود او اكتيفيتي كود او يوزر ديفاين فيلد، شرحنا الكلام ده كده يعني ان جنرال، ولكن هنعمله بالتفصيل باذن الله تعالى. اوكي، في لاجنج تايم حوالي تقريبا 20 ثانيه ما بين ماي سلايدز ويور سلايدز، اتمنى تكون ان احنا الطريقه اللي احنا بنستخدمها مفيده والصوت واضح والسلايدز واضحه، لان احنا بنشتغل على سوفت وير رابطينه على الجروب عشان اخواننا اللي على الجروب يقدروا يتابعوا معانا، ما بنستخدمش يعني ديفرنت سوفت وير زي الزومز او الجوتو ميتنج، لا احنا بنعملها على الجروب، فسامحونا لو في اي لاجنج تايم موجود، بس اعتقد ان السلايدز واضحه الصوت واضح متابعين باذن الله. طيب قائمة التولز طبعا بتلاقي تحت منها اللي هي السكيدولز، الليفل ريسورسز، ابلاي اكشوالز، ابديت بروجريس، كالكوليت اللي هي الكوست اساينمنت والسمرايزنج، ستور بري برفورمانس، جوب ستاتس، والحاجات التانية كلها الريبورت والاشياء هذه اللي احنا هنشرحها ان شاء الله بالتفصيل موجودة. شرحنا احنا التولز طبعا، ما بتحمل البرنامج وتيجي تعمل تنشئ مشروع جديد بتلاقي على شمالك حاجه اسمها الاكتيفيتي تيبلز اللي بتبين فيها الاكتيفيتي اي دي اللي هي النمبرنج سيستم، وهنعرفك ازاي ان شاء الله تعمل النمبرنج سيستم او تغير كلام. لو انت عندك مشروع قديم وعايز تغير النمبرنج سيستم اوتوماتيكلي، ما تروحش تعمل مانوالي كده تقعد تكتب بايدك كل اي دي، راح يضيع منك ايام طويله. لو عندك سكادول 50,000 اكتيفيتي او 20,000 اكتيفيتي عشان تروح تعمل الكلام ده مانوالي تاخد منك اسبوع مثلا، فهنقول لك طريقه بسيطه جدا ازاي ان انت اوتوماتيكلي تروح تغير الاي ديز بتاعت مشروع قديم لو انت عايز تعيد استخدامه تاني، او لو مش عاجبك النمبرنج سيستم الموجود تقدر تعمل الكلام ده. فالاي دي يعني زي بطاقتك القوميه، بطاقتك الشخصيه، ازاي ترقم النشاط تعطي له اي دي، زي البطاقه الشخصيه بتاعتك او الباسبورت بيسموه الاي دي بتاعك، هو ده الاي دي بتاعك. وبعد كده بتلاقي الاكتيفيتي نيم، اسم الاكتيفيتي نيم او الديسكريبشنز بيسموه في البي ام بي اكتيفيتي ديسكريبشنز، وبتلاقي بعد كده الستارت البدايه النهايه الفينش والتوتال فلوت واللونج سباس، ممكن تضيف مجموعه من الكولمز، تضيف اعمده زي ما انت عايز، وممكن كمان تعملها بالعربي ان شاء الله، هنعمل لك حاجه بالعربي نموذج كده بالعربي ازاي تكتب الكلام ده بالعربي على البرنامج تمام. فالقائمه اللي على الشمال دي بنسميها الاكتيفيتي تيبلز، القائمة اللي على اليمين اللي بنسميها البار تشارت او الجانت تشارت، واللي بيبين لك الجرافيكال ريبريزنتيشن، يبين لك شكل الاكتيفيتي ازاي معمولة في البارز الموجودة عند حضرتك. وطبعا من تحت في الاسفل موجود الاكتيفيتي ديتيلز اللي تبدا من اول الجنرال للستاتس للريسورسز للكود ريليشن شيب النوت بوكس ستيبس الفيدباك الدوكيمنت الاكسبنسز السمري وما الى ذلك، ممكن تضيف ما تحب. هذه برضه هنشرحها بالتفصيل واحنا بنطبق عشان ما يبقاش موضوع نظري، احنا يعني بنحاول نعمل الكورس عملي مش حاجه اكاديميك كورس وسلايدز، لا هيبقى الموضوع عملي بحيث يعني تسيف يور تايم، توفر وقتك وتعرف تطبق معانا، ويكون حملت كمان البرنامج، ولو عندك مشكله في تحميل البرنامج كلمني
اساعدك في التحميل. لو ما عندكش الكلام ده موجود برضو على القناه نسخه من البرنامج، وموجود كمان الفيديو بتاع الانستليشنز. ولو محتاج اي مش يعني شيء كلمني ان شاء الله نساعدك ونساعدك في التحميل باذن الله. فدي الاكتيفيتي تيبلز اللي هي بتشرح التفاصيل الاكتيفيتي من علاقات، من تواريخ، من فلوت، من بادجت، من ريسورسز. الكلام ده كله موجود وهنشرحه باذن الله تعالى في المحاضرات القادمه. طبعا احنا قلنا بكده ان هي الاي بي اس اعلى هيكل في الشركه، تحت منه المشاريع، تحت من مشاريع الدبليو بي اس، وتحت من الدبليو بي اس الاكتيفيتيز. الاو بي اس قلنا ان هي طبعا الهيكل التنظيمي للشركه، وممكن بريمافيرا تتيح لك ان انت تضيف كل العناصر الموجوده عندك، مديرين المشاريع، العمال، الفورمانز الموجودين عندك كلهم، بحيث تعمل بعد كده اساينمنت تربطهم بمسؤوليات على الانشطه او على الدبليو بي اس، بحيث ان انت تقول لفلان الفلاني ان الدبليو اس بتاعك الفاونديشن متاخر قد كده، هذه مجموعه الاكتيفيتي، اعطيني ريكفري بلان، اقول لي هتنفذ الكلام ده ازاي. فطبعا الكلام ده هيبقى موجود في الاو بي اس وهنشرحه باذن الله تعالى. هنا طبعا ازاي تبدا مشروع جديد، هنبدا ان شاء الله في المحاضره الجايه، ممكن نسميه بي ام بي واي، نفس الاسم الجروبس، ونبدا ان احنا نشكل المشروع ونعمله ان شاء الله، نعمله ديسكريبشنز ونحدد البلان ستارت والبلان فينش والريسبونسبل مانجرز. الكلام ده هنعمله ان شاء الله من المحاضره الجايه لايف على البرنامج. احنا كده وصلنا لاخر يعني اخر سلايدز. انا هبقى موجود شويه هنا خمس دقائق قبل ما نقفل المحاضره لاي اسئله، قبل ما نقفل، وان شاء الله نشوفكم في المحاضره الجايه. فاي حد عنده سؤال بحاول اكتب بالعربي، مش عارف اكتب بالعربي. Any questions؟ تمام. I will be here. I'm here for 5 minutes for questions. لو عندك اي حضرتك اي سؤال او استفسار، هنمشي الكورس ازاي او هنبدا نعمل ايه، ابعت. انا موجود هنا ان شاء الله اهوت خمس دقائق ارد على الاسئله ان شاء الله. او عندكم اي اقتراحات او عندك اي مشاكل في التسطيب او اي سؤال في البروجكت كنترول او حتى في تقديم على وظائف او ما الى ذلك، كلمني، ابعت لي كومنت. انا يعني طبعا عشان في فرق بيننا 30 ثانيه، فانا هبقى موجود شويه هنا ان شاء الله ان احنا نرد على الاسئله. طبعا احنا لما نخلص المحاضره اوتوماتيك اللي هتلاقيها موجود على الجروب، يعني انا اول ما اعمل كلوز هتلاقي البرنامج اللي هو الفيسبوك هيقدر يحط المحاضره موجوده، هتلاقيها موجوده على الجروب لايف لاي حد عايز يتابعها في اي وقت، او يكتب هيز كومنت وانا اتابعه. اخونا مهندس اسلام برده موجود، يعني بتواصل معاه واتابع معاه، لان انا موجود حاليا في امريكا، فانا بحاول ان احنا يعني نظبط الوقت مع بعض، واتفقنا على ان الساعه 9 مساء هي المعود الافضل بالنسبه لحضراتكم، وان تكون اللغه العربيه هي لغه المحاضرات. ولكن طبعا احنا بنتكلم كل حاجه التكنولوجيا كلها باللغه الانجليزيه عشان الشغل وعشان ما تشتغل في السايت. فيعني اذا حضرتك محتاجين اي حاجه او اي شيء كلمونا، كلموا مهندس اسلام او كلموني، او يعني ابعتوا لنا على الجروب هنا او على صفحتنا او على القناه في اي مكان، حتى المحاضرات موجوده في اي حته. واحنا حاطين كمان جوجل درايف عليها السوفت وير وعليها نماذج مشاريع وعليها نماذج سي في وعلى داشبورد، اي حد يحملها، اي حد محتاج يحمل اي حاجه يبعتها لنا. احنا يعني هذا مجهود نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يكون خالصا لوجهه وان يفيد الجميع،
وفي المجموعه واي حد موجود من اخواتنا ان شاء الله. احنا قصتنا العمليه هنا في امريكا هي مدفوعه في امريكا زي ما قلت، لكن بالنسبه للميدل ايست او لبلادنا واخواتنا وحبايبنا هذا كله يعني بيعملوا فور فري، فهتلاقي المحاضرات موجوده في اي مكان، اي كتب محتاجينها، اي شيء محتاجينه، اي مساعده ان شاء الله باذن الله هنضيفها ونبعتها لكم وتلاقيها موجوده في اي حته. اي نصائح بالنسبه للتوظيف، عمل السي في، امتحان، اي شيء احنا جاهزين باذن الله. فاتمنى ان شاء الله سبحانه وتعالى ان ينفعكم. واي سؤال قبل ما نقفل اخونا مؤسس الاسلام، اي سؤال قبل ما ان شاء الله نقفل ونشوفكم في المحاضره الجايه، اي اقتراحات اكتبوا لنا قبل ما نقفل المحاضره ان شاء الله. ونقول لكم يعني السلام عليكم. أشكركم شكرا جزيلا، وكل عام وحضراتكم بخير، ونتمنى إن شاء الله يكونوا استفدتم. ومعلش طبعا دي محاضرة بدائية، هنبدأ في المحاضرات إن شاء الله الأدفانسد في أكتر من مجال بإذن الله، وهنشير الكلام ده على القناة وعلى الجروب وعلى في أي مكان. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون استمتعتم معنا. نشكركم شكرا جزيلا، شكرا للمهندس إسلام، وشكرا للجروب، وخالص تحياتي ونراكم على خير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أخوكم المهندس علي الهنداوي، وفي حفظ الله، والسلام عليكم.